برنامج مرحبا 2019 اللي كي فيه عدد من الإجراءات لاستقبال الجيد للمغاربة الذين يفيدون على بلادهم، وكنسجلوا بأنه كل سنة عدد المغاربة اللي كيدخلوا بلادهم كيزيد بالمقارنة مع السنة اللي قبل منها، دليل على أن الاستقبال كان جيد. كتوقع بعض المشاكل ولكنها مشاكل قليلة جدا نادرة، فبالطبيعة احنا واجب علينا حتى هذه المشاكل نحلوها، ولكن عموما الحمد لله الناس كيجيو لبلادهم كيلقاو الاستقبال جيد، الحمد لله كاين بنية تحتية جيدة، كاين استقبال إعداد في الموانئ وفي المطارات، وأيضا حتى على المستوى الإدارة في جميع الوحدات الإدارية، وهناك واحد شباك خاص بالمغاربة المقيمين بالخارج في هذه الفترة ديال الصيف باش يسهلوا عليهم المهام ديالهم باش يقضيوا الأغراض ديالهم. إذا الحمد لله هناك إعدادات ونحن مستعدون لاستقبال المغاربة في هذه السنة ديال 2019، فمرحبا بهم. فريق الأصالة والمعاصرة تنقل ما يحز في النفس أن الموضوع ديال الجالية وفي كل مناسبة تنثيره، وخاصة وحنا على أبواب العبور نفس المشاكل تنعودها. اليوم كما شفتوا رئيس الحكومة يتكلم وكان هناك إنجازات كبرى دارت لصالح الجالية. حقيقة الدستور 2011 أتى بالكثير وبأشياء نوعية، لكن التنزيل ديالها على أرض الواقع، الحكومة السابقة والحكومة الحالية ما زلت تمشي بواحد الشكل يعني محتشم. تنشوفوا المشاكل التي يعانوا منها المواطنين ديالنا في الخارج تتكرر، وأن في الأمور ديالهم الاقتصادية الاجتماعية حتى في علاقتهم ببعض القنصليات، كذلك 200 جو في الصيف لهنا تنشوفوا المشاكل التي يواجهها في العبور إلى غير ذلك من الأمور اللي الحكومة ما استطاعت أنها يعني دير واحد نقلة نوعية في الاستجابة إلى المطالب ديالهم. اليوم هذه الجالية اللي هي واحد تقوم بواحد الدور كبير جدا اجتماعيا واقتصاديا، والأرقام هي التي تتحدث. اليوم المطلوب ان هذه الحكومه يعني تبدل من الاستراتيجيه ديال التعامل ديالها مع هذه الفئه المهمه جدا، وبركه من الشفوي كما سمعنا اليوم في الجلسه العامه. شفنا السيد رئيس الحكومه ان عطى واحد المجموعه ديال المعطيات، عطى واحد المجموعه ديال الانجازات اللي احيانا كان احنا كبرلمانيين وفي اطار مراقبه السياسه العموميه دائما عندنا واحد المزيد، دائما كنطلبوا المزيد، دائما كنشوفوا الاشياء ربما لاننا احنا ما واقفينش في عين المكان لا تبدو لنا بنفس الرؤيه اللي كتعرضها الحكومه. على كل احنا بالنسبه مثلا كالقطاع الجاليه، احنا اعتبرنا فريق الشراكي بان هذا القطاع نظرا لحيويته نظرا يعني اهميته استراتيجية داخل الحكومة، والواحد يعني العدد هام وهائل من المغاربة المتواجدين خارج أرض الوطن، اعتبرنا بأن هذا القطاع دار واحد الإقلاع، دار واحد تحول نوعي في مساره كوزارة حديثة ماشي من الوزارات القديمة. كذلك أن الاستراتيجية اللي اخترت هذه الوزارة في إطار واحد يعني تشاركية مع القطاعات المعنية بهذا القطاع دارت إنجازات كبيرة على مستوى طرد الجالية، على مستوى كذلك الشباك الوحيد، مجموعة الإنجازات. ومع ذلك نقول بأن هناك مشاكل لا زالت تعاني منها الجالية، على رأسها مثلا فيما يتعلق مثلا السكن. لما كتمشي معارض من المغرب كتعرض واحد السكن على الجالية المغربية تما، ما كنلقاوش أن كاين واحد المراقبة حقيقية لوجود هذا المنتوج من عدمه، لماذا مصداقية العارض من عدمه، كاين بزاف المشاكل. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.